السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخوة الأخوات وفقهم لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الحديث أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة؟ هل اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة؟ اذكر مثالا. أقول: ما اللفظ الصحيح؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو حدثوا عني ولا حرج؟ لا، الصحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بارك الله فيك. لكن هذا التحديث عن بني إسرائيل مضبوط بضابط: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق، والله أعلم. حكم اليمين بالطلاق الثلاث، هذه تحسب تطليقة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان على عهده ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. يسأل: رأيي يا أمين أن هذا ظلم لإخواننا أهل فلسطين، هم مظلومون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ومن عاداته أن ينصر المظلوم، وحثنا على نصرة المظلوم صلى الله عليه وسلم. أما أن أتعاون مع الظالم على المظلوم فهذا زيادة للظلم على هذا المظلوم. متى يجب الحجاب على الطفل في الصلاة؟ الحجاب على الطفلة، لعلك على الطفلة، إذا بلغت وجب عليها أن تتحجب. هل البسملة آية من الفاتحة؟ تلك مسألة طال فيها الخلاف وقوية، والرأيان قويان، هل البسملة آية أو ليست بآية؟ فيرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها آية، وذلك لقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للسبع المثاني بأنها فاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. أما غير هؤلاء فيعتبرون البسملة ليست آية من كتاب الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. الحديث. وثمة استدلالات أخرى لكلا الفريقين، وبالله تعالى التوفيق.
ورقة صغيرة. هل تصح الصلاة بدون قراءة البسملة في الفاتحة؟ نعم تصح بدون قراءة البسملة في الفاتحة. نعم هل يصح الوضوء في الحمام؟ نعم يصح الوضوء في الحمام بعيدا عن مكان النجاسات. هل كل من على غير أهل السنة والجماعة يكون كافرا من أهل النار؟ لا، على حسب قدر المخالفة التي خالف فيها. فوائد بنك فيصل، فوائد البنوك كلها سواء. هل أعاقب أختي إن لم تلبس الحجاب بالضرب ضربا غير مبرح؟ وعلى حسب سنها، على حسب التفاهم معها، عليها يعني تبرجها زائد ما من يعني بكل شيء يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان والدك حي فالأمر لله ثم للوالد المسؤول عن رعيته. يقول حكم شراء سيارة عموما، المصارف لا تمتلك سيارات في غالب الأحوال، هل خص الله أهل البيت بفهم خاص عن غيرهم من الناس؟ وما هي خاصية أهل البيت في الأمة؟ أما هل خصهم بفهم خاص فلا أعلم شيئا في ذلك، إلا أن عليا سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس بشيء؟ فقال ما عندنا شيء إلا كتاب الله عز وجل، أو فهم أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. هذا على وجه الإجمال. أما عن أهل البيت وفضلهم، فنعم أهل البيت لهم فضل. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أدلة فرضية الحجاب منها المرأة عورة، منها وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. منها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. وكذلك ثمة استدلالات أخرى. هل يجوز أن تغني البنت أغنية دينية وتنشرها؟ لا ننصح الصالحات بفعل ذلك. حكم تأخير العشاء إلى منتصف الليل لا بأس، إلا أنه يكره أن تتجاوز نصف الليل. أما وقته فيمتد إلى الفجر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التسريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قول الذين ليس هذا بمبطل للصلاة. قد ذكر الحافظ ابن كثير شيئا من هذا فقال الحروف التي تتقارب مخارجها كالذال والزاي والظاء والضاد والثاء وعدم إخراج اللسان فيها
فيتجوز فيها بعض التجاوز لا تبطل الصلاة، والله أعلم. كيف أصبح راسخا في العلم الشرعي؟ أولا عليك أن تجمع أكبر قدر ممكن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبذا إذا حفظت القرآن ومرت على الصحيحين لأول وهلة، حتى ولو بالقراءة المتقنة ليس بالحفظ إنما بالفهم. تعمل معلمة قرآن في دار، ويأتي شيخ رجل ليشرف على الحلقة مرة واحدة في الشهر، ويسمع قراءتي للحافظات ويسمع كذلك قراءة الأخوات النساء. هل هو مفتش من قبل الدولة وأنتن ملزمات بذلك؟ إن كان ذلك كذلك فهذه ضرورة قد وقعتن فيها، وإن لم يكن كذلك فالبعد أسلم للدين. حكم خروج المرأة مكتحلة هذا فتنة وفساد، والله لا يحب الفساد. حكم دخول الصلاة أثناء الركوع بتكبيرة واحدة. تكبيرة واحدة التي تكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة، الله أكبر. تكبيرة الثانية سنن. تكبيرة الهوي للركوع سنة. ختم الصلاة أم سماع الدرس بعد الصلاة؟ لولا أن تختم الصلاة، هي الصلاة انتهت بالتسليم، لكن التسبيحات التي بعد الصلاة أولى. حكم الضرب للولد لحفظ القرآن الكريم، أنصحك بأن لا تبالغ في ذلك، إنما الأمور بقدر والله أعلم. شيخ منتقبة لكن قاعدة في مكان شعبي، وأمي ست مريضة وقاعدة في السرير، أنا قاعدة في أول، وأمي من نوع اللي بتتخنق عايزة الشقة كلها مفتوحة، وأنا غصب عني أكون معدية شباك الجار في وجهي، وأنا قاعدة مع أمي على طول مش متزوجة ومليش مكان. هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، يعني سددي وقريبي. الأوقات التي فيها الجيران ينظرون اغلقي، الأوقات التي ليس فيها ذلك يعني افسح الأم ببعض الفسحة. حكم طلب المرأة للزواج مباشرة، علما أنها في بلاد الغرب وأبواها ميتان، يعني بدون ولي تولي مسلما من العصبات، ما وجدت مسلما يزوجها المأذون. طلب مني زميلي مبلغ مالي سلف وظروفه صعبة، هل أعتبر هذا المال من مال الزكاة؟ ممكن تعطيه أنت من نيتك من الأول، تعطيه من مال الزكاة إذا كان من المستحقين. ما حكم رفع النظر في السماء أثناء الدعاء؟ لا بأس بأن ترفع أن تنظر إلى السماء أثناء الدعاء، لكن ليس في الصلاة. أما الجواز فلأن الله قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني أثناء رجائه أن تحول القبلة. وكذلك حديث يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. أما في الصلاة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. مؤمن بالله لكن لا يصلي كسلا، مرتكب لكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولكنه لا يخرج من الإسلام ما دام مقرا بها. لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، إن حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وإذا لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. حديث لا طلاق في إغلاق، حديث في سنده ضعف. هل يصح أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوضوء في الحمام؟ نعم يصح، بعيدا عن القاعدة التي تقضي عليها حاجتك. حديث المرأة عورة،
الوجهان قائمان وأختار تصحيحه. بارك الله فيك. هل شفاعة الرسول تعم جميع خلق الله أم أنها لأمته؟ الشفاعة العامة لإنقاذ الناس من الموقف، الناس يذهبون إلى آدم فيحيلهم آدم إلى إلى نوح ونوح إلى إبراهيم إلى أن تنتهي الشفاعة دي، شفاعة عامة. وهذا المقام المحمود الذي يحمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أمي في العادة وخالي مريض في العزل، وخالي مريض تعبان، هل يجوز أن تذهب أمي لزيارته؟ فين في العادة؟ فين في العزاء ولا في العزل ولا فيه؟ وضح السؤال. إذا كان ذهابها إليه سيحدث ضررا، ذهابها إليه سيحدث ضررا، ففي هذه الحال لا تذهب إذ لا ضرر ولا ضرار. تقول حكم لبس الخواتيم باليد اليمنى أو باليد اليسرى كل جائز، لكن أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم في يده اليسرى، في يده اليسرى، وردت رواية في اليمنى لكن أكثر الروايات على أنها في اليد اليسرى. يوجد شجرة عند جري ولا عرفا في الشارع ليست في ملكه، هل لي أن أكل من هذا العرف الثمر يعني بلا إذنه؟ إذا لم تكن له شجرة في الشارع عند جاري يعني عند جارك ليست في ملكه، يعني مش يعني هل هو الذي لا تجنيها جميعها، يعني تذوقتها لا بأس لكن تجني ثمرتها كلها لك؟ شكرا. أسكن داخل حدود الحرم وأصلي في مسجدي جنب البيت، هل أخذ أجر المائة ألف صلاة؟ أسكن داخل حدود الحرم، نعم أختار رأي العلماء القائلين بأن مكة كلها حرم وأن الصلاة في أي مسجد من مساجدها كلها حرم، وقد قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، وليس معنى قولي هديا بالغ الكعبة أن يصل إلى الكعبة نفسها. هل يجوز عمل العقيقة لأولادي الثلاثة بشراء بقرة أو عجل زاموس لهم جميعا مرة واحدة؟ يرى الإمام الشافعي جواز ذلك. العلم أثبت أن الصيام لمدة 13 ساعة يفيد الجسم، فهل ذلك يقوي حديث صوم تصحيح؟ لا يقويه، بل الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كان الله أعطى المريض رخصة الإفطار فنقول المرض يصحه. الأمراض تختلف، نعم قد تكون هناك أمراض الصيام علاج لها، ولكن قد تكون هناك أمراض الصيام ضرر لها. فعلى سبيل المثال مثلا رجل أكل كثيرا وانتفخت بطنه من كثرة، قيل له صم حتى يفرغ ما في بطنه، هذا صحيح مجرب، لكن رجل الصوم يزيده ألما كمرضى الكلى ونحو ذلك فلا يقال صوم تصح، وصوم تصح ليست بحديث. زوجي هل يرث الحفيد جده إذا مات أبوه قبل جده؟ ليس له ميراث إذا كان له أعمام. رسالة للزوج الذي يقسو على زوجته، هذا فاته أن يكون من قول النبي، من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم، قد قال عليه السلام رفقا بالقوارير، وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى في إمساك بمعروف. نعم أمي مات، أمي توفي أبي من فترة قصيرة، يعني يعني في العدة، في العدة أيوة، أمه في العدة وخلها مريض، نعم يمكنها أن تزوره،
هذا رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يجوز للمرأة يجوز للمرأة تجوز للمرأة أن تدخل أن تخرج في أثناء عدتها. وأتبنى هذا الرأي لأن حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف الإسناد. ما حكم وضع واقي للشمس للبنت خارج المنزل؟ لا يغير من لون الوجه كثيرا، لكن كريمته بيضاء، وعند مسح بالبشرة تمتصه بسرعة ولا يبان. وضع واقي شمس للبنت خارج المنزل، المشكلة ما أعرف مشكلة. الأمراء سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم المال الرب الربح من الربا إن تاب يأخذها من يتصدق به، فإن تبتم فلكم رؤوس أمواليكم لا تظلمون ولا تظلمون. حكم الناس على الجوارب الخفيفة، حكم المسح على الجوارب الخفيفة، على الجوارب الخفيفة. الأكثرون على المنع، الفضل على الأبناء أن يقيم معهم الآباء سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ليس بفرض على الإناث ذلك، أما الأبناء ففيهم تفصيل. زوجته كانت حاملا بالشهر السابع وحدث تسمم حمل ونزلت الطفلة ودخلت الحضانة وتوفيت وتم تغسيلها ودفنت بدون صلاة عليها، ما الحكم؟ يعني إذا كنت تسأل عن حكم الطفلة السقط، السقط نزلت ميتة، ففي السقط وجهان للعلماء والوجهان قويان. الوجه الأول أن السقط يصلى عليه، وقد ورد بهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق المغيرة بن شعبة، ولكن الصواب في هذا الحديث الوقف على المغيرة بن شعبة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي استدل به الشافعي على أن السقط لا يصلى عليه، وهو حديث لا يستهل الغلام، لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا. قال فما ما دام لم ينزل يستهل صارخا لا ميراث له، ولكن هذا أيضا المعلول، والصواب أنه من كلام جابر بن عبد الله. فالرأيان قويان جدا في مسألة تغسيل السقط من عدمه، ليس في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للبنت اختيار ولي غير الأب إذا كان الأب يرفض ويجبرها على الزواج من آخر؟ تنتقل للعصبات، تنتقل للعصبات الأقرب فالأقرب. إذا كل العصبات وافقوا رأي الأب ورفضوا تماما تزويج ابنتهم لغير علة واضحة، لغير علة واضحة، حينئذ ستنتقل الولاية إلى المأذون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. حكم الدعاء لشخص كافر بالهداية، لا بأس أن تدعو لشخص كافر بالهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبي جهل عمرو بن هشام. وأيضا في هذا الصدد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة بالهداية، اللهم اهد أم أبي هريرة. هل الشخص الميت بالحريق يعتبر من الشهداء؟ وردت بذلك رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشهداء مراتب. إذا كان الشهداء المقتولون في سبيل الله هم أنفسهم مراتب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة
ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. بنته متفوقة في الدراسة لكني أريد إخراجها من التعليم خوفا من المخالفات. يعني إذا كانت في محل دراسة آمن وهي تريد الدراسة اتركها تتمم دراستها ما دامت في مكان آمن. الأخ اللي قال كيف نوفق بين مقولتك، أنا يعني لو سمحت لو حاججتني بكلام الله وكلام رسوله كان أولى لك وأسوب لك عند الله. هل ورد لفظ الشفع عن ركعتي بعد العشاء؟ وهل فيها حديث وارد لفظ الشفع والشفع والوتر؟ لكن ليست السنة. صحة حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير هو حسن إن شاء الله. حكما يخاف استدراج ربه وهو مقيم على ذنب يتوب منه كلما وقع فيه. نسأل الله المغفرة لنا وله للمسلمين والمسلمات. لا ييأس أبدا من رحمة الله. كيفية معية الله للصابرين؟ معية نصر وتأييد وحفظ ونحو ذلك، فضلا عن المعية العامة. فالله قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآيات. حكم عمل الجروب على الوصف للتذكير بقراءة القرآن، هل هذا فيه رياء؟ الله أعلم، أنت أعلم بنيتك ثم الله أعلم بنيتك. حديث عمر أول من يؤتى كتابه بيمينه لا يصح. حديث في الأذكار ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفع في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق إلى آخره. الصواب أنه من كلام أبي الدرداء لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعمل مدرسا بدول الخليج وحاليا بمصر يتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في حل الواجبات أو المشاريع والأبحاث المطلوبة منهم بمقابل مادي. حلال أم حرام؟ أنت أعلم بظروف عملك. إن كان هذا مساعدة لهم وتفهيم لهم فكذلك، لأن كان غشا أو تغشيشا أو إجابة لامتحانات افترض أنهم يؤدون بأنفسهم فلا يسوغ لك ذلك. هل المقيم في جدة الذهاب لمكة للصلاة في المساجد حول الحرم للحصول على ثواب 100,000 صلاة؟ إن فعل فلا حرج. حبك الله يا أنس. أريد ترك زوجي وأولادي والذهاب لبيت أبي لأنه يعملني بسوء جدا ولا يعمل. إن ذهبت لك وجه بس سبين إلى بخلع أو بطلاق. والأولى الصبر إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما جالس في البيت لا يعمل شيئا ويعملك بضرب وإهانة فمن الممكن أن تطلب الفراق إذا كان بهذه المثابة، ولكن احرص على الصبر قدر استطاعتك. نعم على الحلي زكاة إن كان ذهبا، إن كان الحلي ذهبا فعليه زكاة. جاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، جاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب، قال أتوديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال أدي زكاته. هل يكره ختم القرآن في أقل من ثلاث؟ نعم لا تكاد تفقهه إذا قرأته في أقل من ثلاث.
أكفي أن الرسول حثنا على ذلك وهو أعلم. هل يجوز أن ندخل مجلس النواب بنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقليل المفسدة قدر الاستطاعة؟ إذا كانت هذه نيتك لك هذا حكم النوم على جنابة يكره. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. معنى مال القاصر، القاصر الذي لم يبلغ أمواله تودع والله في مكان آمن على أيدي ناس صالحين تدار، وذلك لقول الله تعالى في كتابه الكريم وإن خفتم عفوا في شأن الأيتام وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل يجوز عمل مقر عفوا اشتغل واكتسب فلوس وشيله صغير يا ياسر؟ صلي مع زوجتي في البيت ما الحكم؟ إذا كان تقصد هذه الأونة لمرض الكورونا فلك وجه، أما غير ذلك فانتبه. فائدة قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان نزع في تصحيحه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. عايز أتعلم الغسل لوجه الله الكريم المساعدة، عاد نأتيك بكتاب في صفة الغسل والكفن، لكن تدرب عمليا مع واحد من الذين في بلدك يعلمك بسهولة إذا كان فقيها. هل قول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس في نفس اللفظ فقط ليبين معنى وأمر النبي لكن بلفظ البلد لا بأس؟ قل فيما معناه. الله يبارك فيك. طريقة ختم الصحابة القرآن كانوا يحذبونه على صلاة الليل، يعني الحفظ أو المحافظة، يعني الحفظ أو المحافظة، المحافظة عليه كانوا يحذبونه ويقرؤونه من الليل، يعني كل يوم واحد مثلا محذب لنفسه من البقرة إلى نهايتها، في اليوم الثالث في الليلة الثانية من النساء من العمران إلى نهاية النساء يحذبون. هل يثبت حديث المرأتين اللتين أتتا النبي صلى الله عليه وسلم والحلي في يديهما؟ حديث أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا، قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ سند يحسن، لكن بعض العلماء كالذهبي يستنكره، لكن غير الذهبي يصحح يحسنه. نعم هناك كفر دون كفر، فكفران العشير ليس كالكفر المخرج من الملة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ليس هو بالكفر المخرج من الملة، لأن النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين، توفي أبي ولم يكن يصلي إلا قليلا ماذا أفعل حتى يغفر الله له؟ الله أعلم بالمغفرة، لكن اجتهدي في العمل الصالح عنه، الصدقة، الحج، العمرة ونحو ذلك. هل يجوز عمل مقرأنا وأصحابي لنقرأ ونتعلم القراءة؟ يجوز، ما المشكلة؟ اختر الزوجة الصالحة أولا ذات دين، ثم بعد ذلك لا بأس أن تنتقيها وتستحب لك ذلك من أسرة صالحة طيبة، وكذلك تنتقيها من لا بأس أن تكون جميلة لأفافك. منبت طيب. كيف نأخذ الفتوى من بشر مثلنا يصيبون ويخطئون والقائل يستفتونك؟ هو القائل ويستفتونك يقول لا أفتيكم في الكلالة، إذا أفتانا الله في الكلالة فنحن نبلغ أمر الله سبحانه، وعندنا الآية فالذي قال يستفتونك قل لا أفتيكم في الكلالة هو القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بعدين هل الفتوى نخترع؟ لا نخترع، ننقل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل صيام النافلة له نية تقال؟ ليست هناك تلفظات بالنية، ليس هناك تلفظ بالنية، النية محلها القلب. ما حكم الصلاة بالفانيلا للرجل؟ تكره؟ إذا كانت فانيلا حمالات تكره كراهية شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، عفوا، لا يصلي الرجل عاري الكتفين، حسنه بعض العلماء. بنتي نزل عليها نقطتان دم لكن ما فيش حاجة تانية، الدكتورة بتقول لسه مش دورة، هل أحجبها ولا لسه؟ كلام الدكتورة معتبر، ممكن يكون شيء من الاستحاضة. هل يوجد حكم ردة في القرآن؟ حكم الردة بين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين حكم الردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، تارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الكتاب العزيز إذا معنا النظر سنجد بعض الأدلة. يقصد حدودا دنيوية، حدودا دنيوية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا الحرابة قد يكون جزء منه لاحق، لكن الحديث هو السنة، الله أحالنا الحكم من السنة، والله أحالنا إلى الرسول بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه. إذا ظهر جزء من البطن من أسفل يسير واستدرك هذا الخطأ سريعا هل تصح الصلاة؟ الصلاة صحيحة، غطها النائسة صاحبكم. هل الأفضل للزوجة استكمال تعليمها أم رعاية؟ أم رعاية زوجها؟ ولا؟ على حسب الحال، المقامات تختلف، هل هناك شروط أثناء الزواج أم لا؟ عقاب من صلى بالناس وهو على جنابه، إذا كان متعمدا فهو آثم، إلا إذا كان متأولا أو جبانا ما استطاع أن يخرج ويترك الناس حياء بزعمه، فحكمه يختلف. حكم الصلاة المرأة بدون جورب الصلاة صحيحة، مسجدان يفصل بينهما شارع 8 متر حكم جماعة واحدة مع خلو الشارع من المصلين لا بأس بذلك أيضا. يعني يجوز أن يتبع الإمام قوم ولو بينهم وبين المسجد مسافات، لكن الأولى أن تقترب الصفوف. حكم الرجل الذي يجمع ثروته من الحرام والسرقة والنهب ولكن أراد الله أن يتوب عليه وفتح مشروع من هذا المال ليكسب بالحلال، هل هذا صحيح؟ يكسب لكن يرد المال إلى أصحابه، يرد السرقات إلى أصحابها ويكثر من الصدقات تخلصا من المال الحرام. اشتريت حديث ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله لا يصح. عامل وشم في يدي لكن في اسم الله، بس لما عرفت أنه حرام ما فيش معايا فلوس أشيله، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا يفعل مع زوجته وهي عنيدة كثيرا وذهبت بابنتي لأهلها ولا تكترث لقراراتي؟ الصبر مطلوب، والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هل تجوز صلاة الشفع مع العشاء وتأخير الوتر مع قيام الليل؟ هل تجوز صلاة الشفع مع العشاء يعني بعد العشاء؟ صلي السنة ثم صلي ركعتين الشفع ثم آخر الوتر للآخر لا إشكال. ما أفضل وقت لاستجابة الله عز وجل للدعاء؟ أقرب ذلك الثلث الأخير من الليل،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا هذا وإن رغمت أنوف الأشاعرة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لكن الأشاعرة الوعداء البغضاء ينفون كل ذلك، حسبنا الله فيهم، ما زالوا يجادلون أن الله في أن الله في السماء مستوى على العرش، ما زالوا يجادلون في هذا، عياذا بالله من الغباء. إمام صلى بالناس وفي آخر ركعة تذكر أنه ليس على وضوء ولم يخرج من الصلاة استحياء. صلاة المأمومين صحيحة أما صلاته باطلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هل نسي النبي أنه توضأ وصلى بالناس ثم إشار إليهم ورجع توضأ ثم عاد فأمهم مرة أخرى؟ ورد ذلك، لكن هل خروجه كان بعد أن كبر ودخل في الصلاة أم أنه تذكر قبل الدخول في الصلاة؟ أمهلني لأن المعلومة طارت من ذهني فأحتاج أراجع هذه اللفظة. هل يجب استئذان الزوج عند الذهاب لفعل الخير أو الصدقة من مال الزوجة الخاص؟ استأذنيه لكن لا يلزم أن تخبريه بأعمالك الخاصة، ستخرجي لمشوار طيب ولا شيء إذا كانت الأمور قريبة. حديث دعاء السوق حديث ضعيف جدا في سنده عمرو بن دينار، ليس عمرو بن دينار الثقة إنما عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهو ضعيف جدا. والحديث هو: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ورفع وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفع الله ألف ألف درجة إلى آخره. ضعيف جدا. هل حلق شعر المولود سنة المولودة؟ إذا كنت تسأل عن المرأة، تسأل عن المرأة، عن الفتاة عفوا الطفلة، فحلق شعر الطفلة لم يرد فيه أمر، إنما الذي جاء عن الغلام: الغلام مرتهن بعقيقته، الغلام تعاق عنه يوم سابعه ويحلق الحديث. أما الجارية فلم يرد فيها النص. هل يجوز للزوجة المطلقة أن تنقل ولاية ابنتها عند زواجها لأخ البنت الكبير البالغ بدلا من الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ يعني الولد يتولى تزويج أخته لأن الأب ليس برشيد، لا بأس إذا كان الأب ليس رشيدا. قلنا يجوز الدعاء لكافرين بالهداية. يتلفظ بما يفيد الطلاق ويراجع وكرر عدة مرات فما حكم هذا الزواج؟ يتلفظ بما يفيد الطلاق ويراجع وكرر عدة مرات فما حكم هذا الزواج؟ كلمة بما يفيد الطلاق غير واضحة في السؤال. هل يجوز صيام يوم وهد ثوابه لأمي وأبي؟ لم يرد إلا إذا كان عليهما صوم تنوي بذلك قضاء ما عليهما. إذا مات عفوا من مات عليه صام صام عنه وليه. لما أقصد حديث بلال جنابة وذهب اغتسل، راجع المسألة ككل إن شاء الله. هل يغفر الله للزاني أو الزانية إذا كان في نيتهما التوبة؟ حقا الله قادر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل لكم كتاب محقق؟ لا، صنف ليس محقق إنما تأليف، جمع حديث مخرج كتابي قصص الأنبياء. اشتريت دفتر لمنزل لم يبنى بعد وأدفع ثمنه على دفعات حتى وقت الاستلام، لا يجوز.
لا تبع ما ليس عندك. صلى نافلة لغير القبلة هل تتقبل؟ صلى نافلة لغير القبلة هل تتقبل؟ إذا مضى وقتها نسأل الله أن يتقبل، نسأل الله أن يتقبل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. عدة الخلع من يوم النطق بالحكم ولا من أول ما الحكم يطلع؟ وأستلم كل الورق؟ لا، من يوم الحكم، من النطق بالحكم، من يوم النطق بالحكم. لكن انتبه يا أخي عشان تحصل لك مشكلة قانونية، رجع القانون، لكن هو الأصل من يوم النطق بالحكم. مثلا أيضا شيء بشيء يذكر، رجل قال لزوجته أنت طالق ولكن لم يسجل إلا بعد شهرين. أني العدة من يوم ما قال لها أنت طالق. حكما صلى فترة طويلة جدا وكان يتلفظ بالنية، صلاته صحيحة لكن يستدرك الصحة. الرموش الصناعية نخشى أن تكون من الوصل، نخشى أن تكون من الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. قال أحد العلماء بأن جهنم ليست على التأبيد. الحمد لله لا مخطئون، لا شك في، والضل مخطئ أصلا، كلمة الضل ضل الطريق أخطأ الطريق، فالحمد لله المخطئون الذين يقولون إن جهنم ليست على التأبيد، أي يعني يقولون إن النار لا تفنى. والله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولكن ينقل عن ابن تيمية وابن القيم ما يخالف الجمهور، وليتحرى في النقل عنهما. لكن على أي حال، الذين يقولون إن النار تفنى، سواء نقل عن ابن تيمية أو ابن القيم، سواء ثبت عنهما منقول عنهما أو لم يثبت ونقل عن بعض المجاهد ابن جبر وبعض الناس، فمستندهم اللاتي ذكره، مستندهم قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قالوا بعد الأحقاب خلاص تفنى. الثاني مستندهم قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعل لما يريد. ولكن الدليلان لا يصح الاستدلال بهما، لا يصح الاستدلال بهما للمدعى عليه. أولا لابثين فيها أحقابا، اقرأ ما وراءها يتضح لك المعنى. الله قال في كتابه الكريم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم بعد الأحقاب فلن نزيدكم إلا عذابا. قد قال تعالى في كتابه الكريم ما سمعتم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خالدين فيها أبدا. قال أيضا والنبي أخبر أن الموت يذبح بين الجنة والنار، ونادى أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت. قوله تعالى لابثين فيها أحقابا ليس بعد الأحقاب تخفيف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أيضا في هذا الصدد الآية الكريمة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، للعلماء فيها توجيها. أولا قد بيّن الله أنه شاء أن لا يخرج منها. ثانيا أن الآية في النار المسلمين، النار المعدة لعصاة المسلمين المرتكبين للكبائر. والله تعالى أعلى وأعلم. هل من الواجب الالتفات يمينا وشمالا عند التسليم من الصلاة أم يكفي النطق بالتسليم؟ السنة التسليم عن اليمين، السلام عليكم، السلام عليكم، عفوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. في الجنة سوق يوم الجمعة، ورد ذلك في حديث ثابت. يطلق ويراجع كل مرة دون تسجيل ولا إشهاد عدة مرات، فما العمل؟ عايش في الحرام. إذا طلق ثلاث مرات بعد ذلك يعيش، سيعيش في الحرام.
ما هناك صلاة اسمها صلاة الغفلة، بارك الله فيك. حكما كان يصلي الفرض عدة مرات وأخطأ في اتجاه القبلة، حكما كان يصلي الفرض لفترة وأخطأ في اتجاه القبلة، إذا كانت أوقاتها قد انتهت فصلاته نحسبها مقبولة إن شاء الله. لأن الذين صلوا في قباء ولم يكن أتاهم خبر تحويل القبلة، ما أمرهم النبي بإعادة الصلوات التي صلوها إلى غير القبلة. نعم، نزل القرآن في القراءات العشر، أحبك الله يا محمد بن سليم. حكم المال الموروث من تجارة الدخان، حرام. يقول بعضهم ان ابا الحسن الاشعري رجع من المرجع. نحن لا نناقش الاشخاص كاشخاص، نحن نناقش مبادئ الان. مبادئ الان هؤلاء الطغاة الظلمة الذين يقولون ان الله ليس له يد وليس له وجه، والطغاة الظلمة من امثالهم الذين يقولون ان الله لا يتكلم، والذين يقولون ان الله ليس في السماء، والذين يقولون انه ليس بمستوى العرش، والطغاة الظلمة الذين يقولون إن الله لا يتكلم ولا يضحك ولا يعجب ولا يجيء ولا يأتي ولا يغضب، ويتبعون ذلك أيضا بقولهم لا يكره ولا يحب، ويؤولون كل هذه الصفات. قضيتنا مع هؤلاء الضلل الذين يكادون أن ينفون عشرات الآيات، لا أقصد يمحونها، إنما يؤولونها تأويلات باطلة. هل يجوز للأب أن يقول لابنته سأغضب عليك وأحرمك من كل شيء إذا رفضت الزواج من فلان؟ لا يجوز له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكرة حتى تستأذن. قيل كيف إذنها؟ قال صمتها. إن البكرة تستحي، قال إذنها صمتها. هل تجوز الإشارة إلى قبضة اليد في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ لا تشر، لم يشر النبي عليه الصلاة والسلام. حكم المصافحة بعد الصلاة لم ترد بصورة مضطردة ولا غير مضطردة فيما علمت عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه دبر الصلوات. يا عبد الرحمن، أسئلة مكررة، ماشي. أنا أعمل مع شركة من دولة محاربة للإسلام وأخالف العقد، تأثم؟ فالوفاء بالعقود حتى مع الكفار لازم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حكم الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق على ما اختاره من اقوال العلماء الان في هذا الوقت هو يكفر كفارة يمين. الحلف بالطلاق في هذه الايام لا يعتبر ذلك يمينا، انما هي اصبحت اقوال السوق. اخر وقت الفجر نحو من 10 دقائق او ربع ساعة اسلم. هل من الواجب الالتفات يمينا او شمالا عند التسليم من الصلاة؟ ليست من الواجبات لكنها من السنن، لكن قول السلام عليكم ورحمة الله لازم. قول القائل يا رسول الله قد ضاقت حيلتي فأدركني، من الذي يدرك الرسول ام الله ايها السائل؟ يعني من الذي يدركك، الرسول الميت الذي مات او رب العباد هو الذي يدركك؟ واذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. حتى الكفار، ما وصلت حتى للكفار الذين كان قال الله عنهم وإذا مسهم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هل في زكاة على الدخل الشهري؟ ليست على الدخل الشهري زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب ومر عليه الحول. كيفية معرفة دخول وقت الظهر والعصر بظل الأشياء؟ أيوة، أقول لك قلم يا يحيى،
هذا شخص أيا كان الشخص، الشمس تشرق من هنا فيكون له ظل طويل في الناحية الأخرى، ظل طويل. كلما ارتفعت الشمس كلما قل الظل وتحرك، قل الظل وتحرك. لم يأتي في وسط السماء، الشمس في وسط السماء، الظل يكون قليلا ويثبت، الظل يكون قليلا ويثبت. هذا الظل يسمى ظل الزوال. إذا انحرفت الشمس في الاتجاه الآخر، جاء الظل في الاتجاه الآخر، دخل وقت الظهر. وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظله عند الزوال. افترض أن هذا الشخص طوله متر، وكان ظله عند الزوال الظل الثابت 10 سنتي، وقت العصر يصبح إذا كان الظل متر وعشرة سنتي. نعم. حكما يذكر الله أحيانا ويجلس واضعا رجل على رجل، المشكلة هو نائم يجوز، ويعني عفوا مضطجع. قال صلى الله عليه، قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هل الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي من جملة التشهد في الصلاة؟ سماها العلماء، أدخلها العلماء في ذلك، لكن هل تجب أو لا تجب؟ قولان. ما مصير المجانين وأبناء المسلمين الذين ماتوا في الصغر؟ الذين ماتوا في الصغر الأدلة، أدلة أهل السنة واضحة في أنهم إن شاء الله مع أهل الجنة، لكن بدون قطع لصبي بعينه. هذا الكلام إجمالي. وغيرهم الله أعلم بما كانوا عاملين. شخص أراد صلاة الوتر ركعة وأثناء الصلاة أراد صلاتهم ثلاثة، لا، إنهيها واحدة. ما ورد تغيير النية في عدد الركعات داخل الصلوات، إنما الإطالة والتقصير فقط. إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لشدة وجد أمه عليه. حكم كشف طبيب النساء على الزوجة لخطأ الأطباء للناس في التشخيص: لا تذهب بزوجتك إلى رجل فحل يعالجها وتكشف سوءاتها عنده إلا عند الضرورات القصوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. مما تدرك الجماعة في المسجد، ورد حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لكن هذا في المواقيت، بمعنى أنك إذا أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر. هذا وفي الباب الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بايعني النبي، بايعت النبي على ألا أسأل الناس شيئا. يعني لا يسأل الناس شيء، لكن أحتاج صحة الخبر أولا. هل زوجة بهذا اللفظ، هل زوجة الخال من الأرحام؟ ليست من الأرحام، ويجوز لك أن تتزوجها أنت إذا مات خالك، ويجوز لخالك كذلك أن يتزوج امرأتك إذا أنت مت. هل المرأة التي سجن زوجها سنوات كثيرة ثم طلقها من عدة؟ نعم، عليها العدة. ماذا يفعل فاقد الطهورين؟ يصلي بدون ماء، بدون وضوء ولا تيمم. صليت على شمال الإمام عمدا، هل جائز؟ جائز وأنت خالفت السنة، لكن الصلاة تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس عن يمينه عن شماله أخذه وأداره عن يمينه. هل يكره الزيادة على ثلاث في الوضوء لغير حاجة فقط للإسباغ الكامل؟ نعم تكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في أي وضوء له عن ثلاث مرات، عن ثلاث مرات. أما حديث من زاد أو نقص، أن النبي قال من زاد أو نقص فقد تعدى فقد أساء أو ظلم، لا يصح. أعله الإمام مسلم بن الحجاج والنبي قد ثبت أنه نقص في عدد الغسلات، غسل اليدين مرة، غسل اليدين مرتين والوجه كذلك، وغسل ثلاثا ثلاثا. هل للطفل الصغير والمجنون غيبة؟ نعم، ذكرك لأنه مسلم وقد نص العلماء على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغيبة ذكرك أخاك بمكره، وهذا أخوك.
بل وقد تكون إذا اغتبت الطفلة الصغيرة تكون سببا في بواريها عند الزواج إذا وصفتها بوصف شائن. الأم أعطت ابنها هبة ثم تراجعت عنها، هل تعتبر من الميراث أم لا؟ هي قبضتها، إذن هي من الميراث. امرأة تتهم زوجها بعدم غض البصر وينكر أن تكون، هل تكون آثمة؟ ما أمرت أن تنظر إلى عين زوجها أين تذهب يمينا وشمالا، ما أمرت بذلك، ما أرسلت عليها حفيظة. هل نعم أحبك الله يا أيمن ابن قيس. قلنا طلاق الغضبان من قبل التحرير فيه إذا غضب غضبا أفقده التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه، إذا غضب غضبا ويملك أمر نفسه طلاقه واقع. حديث إذا بليتم فاستتروا لا أعلم له سندا ثابتا بهذا اللفظ، ولكن المعنى موجود، المعنى موجود، أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك وحفظك الله، تابع بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدائما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.